دولة عودة في كل مجالات، عودة في مجال التخزين، عودة في مجال التوزيع، عودة في مجال بناء شركات تاع الإنجاز، لأن مشاكلكم ما تستناش. نهار يكسروا الخواص مبروك عليهم، بيعوا لهم. راهي التجمع، الدولة تبيع لولاد الجزائر، خونا خونا، وهذوك الدراهم تعاود تجيبهم الدولة وتزيدهم مدارس، تزيدهم عيادات، تزيدهم ملاعب، وتزيدهم خيرات على الشعب الجزائري. نريد المزيد من تجانس والتماسك الوطني. نعود أكيد أكيد، لكن شكون مول الدار؟ شكون مول الدار؟ سامحيني، مع احترامي وتوقيري له، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يسير دار الجزائر، فما بالك بعوانه الوزير الأول والوزراء؟ مول دار الشعب الجزائري. كي تكون تطلعات ومطالب منطقي علينا كمسيرين، نحاول نرشد يا ولدي، هذه ممكن أدرك، هذه بالك العام الجاي، هذه ما تخليش يدخلوا يخلطوا لكم في الوسط. تم عليه بالإعدام، واللي يدير ترافيك الكبير في الاقتصاد في المال والسرقات الكبار يروح حتى الإعدام. ليتم عليه بالإعدام، واللي يدير ترافيك الكبير في الاقتصاد في المال والسرقات الكبار يروح حتى الإعدام.